أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار
Oh.
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل تيسر من سورة إبراهيم للشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. لا تبخلوا بنشر القرآن الكريم، اعتبروه صدقة جارية. انشر القرآن الكريم والدال على الخير كفاعله،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.